السلام ومرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما ستوريز. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على الفيلم ذا وايت تايجر، النمر الابيض. الغرض ديال هذه الحلقه ماشي هو نحرق لكم القصه، ولكن نبارطاجي معكم تحليل ديالي لهذا الفيلم. بالنسبه للناس اللي ما شافوش، يمكن هذا الفيديو تعطيكم الرغبه باش تكتشفوه على نتفليكس، واللي فايت تفرج فيه هذه واقيلا لوكازيون باش نناقشوه. ومرحبا بالاراء ديالكم في لي كومونتير. النمر الابيض هو فيلم هندي من اخراج الايراني امريكي رامين بحراني، والمبني على الروايه ديال ارافيند اديغا اللي كانت لقات واحد النجاح كبير في العالم كامل. القصه هي قصه ديال واحد الطريق اللي غادي يختارها خادم باش يولي مقاول، ولا بلغه اخرى يولي باترون. ولكن هذا الصعود الاجتماعي ماشي الامريكان دريم. هذا الفيلم كيعاود القصه ديال الانجين نايتمير، الكابوس الهندي. بالنسبه لبزاف ديال الناس اللي منهم انا، الهند كتبان لينا بحال اكبر بلد ديال التناقضات. هي اكبر ديمقراطيه في العالم، وبلاد اللي كتصيفط الناس للفضاء، وفي نفس الوقت بلاد اللي فيها الفقر ونقص هالواد الحرف بزاف ديال البلايص. هاد التناقضات غادي تقولوا ليا كاينه في بزاف ديال الدول بيان سور، ولكن الحجم ديال الهند كيخلي هاد التناقضات تاخذ واحد البعد مختلف. راه الا شديتي 7 ديال الناس في العالم، واحد فيهم راه هندي، بلد ضخم واللي فيه جوج ديال الحقائق متعايشه مع بعضياتها، الفقر والغنى. قبل ما نهضروا على الفيلم نطرحوا واحد السؤال: الا كان عندك الخيار تتزاد فقير ولا غني، شنو غادي تختار؟ بزاف ديال الناس غادي يقولوا لك بطبيعه الحال غادي نختار نتزاد غني، لحقاش الفلوس غادي يعاونوني ويفتحوا لي الابواب، وهذيك الهضره ديال الفلوس ما كتجيبش السعاده راه غير تخربيق. ولكن لنفترض انك تزاديتي فقير، اوكي راه ماشي مشكل، ماشي نهايه العالم، لان فقير ما كيعنيش انك غادي تعيش حياتك كلها فقير. لحقاش بالقرايه والخدمه ولا بطرق اخرى تقدر تولي لاباس عليك. دابا من هذا السؤال والجواب اللي حاولت نعطي، نقدروا نخرجوا بواحد الاستنتاج، هو ان الغني يقدر يفوت الفقير بالفلوس، ولكن الفقير يقدر يفوت الغني بالطموح والامل. لان الامل ديال تغيير الواقع من خايب لزوين ولا غير من خايب لشويه احسن، يقدر يعطيك الوقود باش تستمر في الحياه. اخيب حاجه اللي هي اكثر من انه ما يكونش عندك الفلوس، هي ما يكونش عندك الامل انك غادي ديرهم شي نهار. يعني ان كتولي كتبان لك الموت رحمه. تيتقال ان اخطر الناس هما اللي ما عندهم ما يخسروا. القصه ديال الفيلم وايت تايجر كتحط هذه الاشكاليه. تصور معايا تكون زاديتي فقير وفي مجتمع اللي عطيك بلاصه ديال خادم قبل ما تزاد، يعني قبل ما تحل عينيك لاول مره محكوم عليك تعيش في البؤس، واكبر التطلعات ديالك يعني the biggest ambitions هو ان الباترون ديالك يكون ظريف، ولكن باش انت تولي باترون امبوسيبل. هذه هي القصه ديال البطل بالغام اللي موعود بالفقر واشبه بالعبوديه، بحالو بحال سيسيفيس الملك اللي تحكم عليه باش يدفع حجره حتى القمه ديال واحد الجبل، وفوق ما كيقرب يوصل الحجره للقمه ديال الجبل كتعاود تدردب لتحت. واخا داكشي سيسيفيس غادي يبقى يدفع ويعاود ويعاود للابد. واش نقدروا نتخيلوا ان سيسيفيس يقدر ينسى الهدف ديالو الاول ويلقى السعاده في المجهود ويتقبل الواقع ديالو اللي ما غاديش يتغير؟ هاد سيسيفوس كاين منه عدد في الهند. البطل في الفيلم كيشبه الظروف ديالو وديال بلادو بالديوك اللي في القفوزه عند مول الدجاج، تسمى هاد الروستر كوب، يعني الديوك كيشوفوا السيد كيجبد صاحبهم وكيذبحهم قدامهم، واخا داكشي عمر شي ديك ما قال اجي ياك ما خصنا نهرسوا هاد القفص ولا نقتلوا مول الدجاج. الدجاج كيلعب الدور ديالو وعارف المكانه ديالو، وما عندوش حتى فكره ديال الامكانيه ديال شي حاجه اخرى. في الهند كاين اكثر من 1000 طائفه لي كاست، هاد لي كاست كيحكموا عليك وعلى المصير ديالك من الاول، يعني بحال اللي كتحط في واحد القفص. السيستيم معقد وصعيب باش يفهموه الناس اللي ما عايشينش في هذاك الواقع، ولكن باش نفهموه مزيان البطل ديالنا لخص هاد 1000 طائفه في جوج ديال الطوائف، اللي عندهم الكرش واللي ما عندهمش. هو من الناس اللي ما عندهمش الكرش وباغي يربيها صحه.
هنا في الفيلم كيولي زوين وانتريسون لان القصه بعيده كل البعد على داك الشيء ديال السكسس ستوري في المفهوم ديالها النقي الكلين. النظره ديال الفيلم هو ان اي فعل عنده عواقب واي قصه كتخبي اسرار ثقيله. الحياه مبنيه على الكارما، الحاجه اللي درتي كدور الدور وترجع لك. في الفلسفه الكونسيكونسياليزم، شنو راه غادي نقولها مزيان، كونسيكونسياليزم هي طريقه التفكير اللي كتقول ان باش تحكم على شي فعل واش مزيان ولا خايب خاصك تقارنه بالعواقب اللي غادي تخرج منه. يعني الا كانوا العواقب مسلكينك فماشي مشكل طحن، على عكس الديونتولوجي اللي هي مبنيه على الطبيعه ديال القرار اللي غتاخذ ولا الفعل اللي غادي دير واش هو اخلاقي ولا لا. بيان سور هاد الطريقه ديال اتخاذ القرار سهله فاش كتفكر واش تاكل الشوكولاط وانت عارف ان العواقب ديالو هو انك غادي تغلط، ولكن المزايا هو انك غادي تستمتع بالمذاق ديال الشوكولاته اللذيذه. ولكن فاش كيكون شي قرار صعيب شويه بحال مثلا واش غادي تشفر الناس باش تولي انت غني، معروف ان الشفره فعل غير اخلاقي. ورغم ذلك فاش كنفكروا في شخصيه بحال روبن هود فهو شفار، غير انه كيشفر من الاغنياء باش يعاون الفقراء. يعني الناس تقدر تعتبر ان الشفره في هذه الحاله ماشي مضاده للاخلاق لحقاش عندها غرض نبيل هو انه ترجع واحد التوازن الاجتماعي. في الحالات بجوج العواقب هو انك تتشد وتمشي للحبس. يعني باش تهزم السيستم خاصك تاخذ قرارات اللي بزاف ديال الناس ما خداوهاش لانهم ما مستعدينش باش يتقبلوا العواقب. باش تهزم هذا السيستم خاصك تكون فريد من نوعك، انسان نادر بحال النمر الابيض ذا وايت تايجر. الفيلم كيبين جوج ديال الطبقات في الهند اللي بعض المرات ما كيفرق بيناتهم غير جاج ديال الطوموبيل اللي راكب فيها الغني. حدود هشيشه ولكن كافيه، لان الحاجه اللي مخليه السيستم يبقى كما هو ماشي هي الحدود الماديه فيزيك، ولكن الحدود المعنويه الروستر كوب، الاعتقاد بان هذه الوضعيه هي الوضعيه الصحيحه واللي خاصها تكون. البطل بالرام كيقول بان الناس اللي واحلين في هذا الروستر كوب حتى الى مديتي لهم السوارت ديال القفز باش ياخذوا الحريه ديالهم راهم غالبا غادي يلوحوا السوارت في وجهك ويعايروك ويفضلوا يبقوا محبوسين وكيتسناو في المستقبل ديالهم البائس. شنو هما العواقب ديال انك تهزم السيستم؟ واش تقدر تخلى على المعتقدات ديالك ولا المقدسات ديالك ولا العائله ديالك ولا تقدر تخلى على كل شيء؟ لان السيستم شدك من بزاف ديال النقاط، ما يمكنش تربحو من غير الا كنتي مستعد باش تقبل العواقب ديال الافعال ديالك. هاد البرينسيب بحال ديال الغانغستر في الفيلم دهيت، ماشي دهيت، في الفيلم عرهيت، فاش روبرت دونيرو كيقول don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 second flat if you feel the heat around the corner. يعني ما تربيش الكبدة على اي حاجة اللي ما تقدرش تخلى عليها في 30 ثانية فاش تحس بان الصهد جاي. هنا العواقب ديال المجرم اللي اختار الحياة ديال الاجرام هو انه غادي يعيش حياته وحيد ومعزول على المجتمع باش عمرو ما يتشد. الوايت تايجر غادي حتى هو يختار الطريق ديالو باش ينزح بزز من السيستم، ولكن فاش كتهزم السيستم واش غادي تكمل في الحقره ديال الباترونات ولا غادي تهزم السيستم باش تبدلو من المنصب ديالك الجديد وتهرس الحلقه ديال الروستر كوب؟ هذا هو السؤال اللي كيطرحه فيلم The White Tiger. أتمنى أن هذا التحليل يكون عجبكم، هذا تحليل شخصي. أتمنى أنكم أيضا نتوما تشاطروا معايا الآراء ديالكم بالنسبة للناس اللي شافوا الوايت تايجر في لي كومونتير. وبطبيعة الحال ما نحتاجش نوصيكم إلا كنتو كتصنتوا لي في لي بلاتفورم ديال ستريمينغ أنكم تعطيو شي تنقيط لهذا البودكاست، ولا كنتو كتفرجوا فيا في يوتيوب أنكم ديروا لايك كومونتير وتبارطاجيو هاد القناة. شكرا لكم ونتلقاو الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من سوليما ستوريز.